التاريخ الإنساني مليء بالأساطير والخرافات، فالكثير منها خيالي وهي حقيقية، فهي مجرد تأليف لجذب الانتباه. لكن مدينة الجن في تركيا، أسطورة حقيقية موجودة بمدينة نفسهير وسط الأناضول، ويزورها مئات السياح يوميا. تم اكتشاف أكثر من 200 مدينة تحت الأرض من طابقين على الأقل في المنطقة الواقعة بين قيصري ونفسهير، وحوالي 40 مدينة منهم تتكون من 3 طوابق أو أكثر. على الرغم من أن مدينة ديرينكويو تعتبر من أعظم المخطوطات الحضارية الموجودة في العالم وأكثرها تعقيداً، فإنك ربما لم تسمع عنها في دروس التاريخ التي تلقيتها في المدرسة، أو لم تسمع عنها في كثير من كتب التاريخ. فهذه المدينة ليست موجودة على سطح الأرض، بل تقع في عمق الأرض تحت 280 قدم في تركيا، وقدمت الفرصة للبشرية أن يعيشوا في أعماق الأرض بين متاهة مكونة من القنوات المحفورة والغرف والسلالم التي توصل بين القنوات المختلفة، ومعهم كل ما يحتاجون إليه من معدات دون الحاجة للخروج إلى السطح. تعرف مدينة ديرينكويو بمدينة تحت الأرض وبالبئر العميق أيضا، توجد في مقاطعة نفسير وتحديدا في الجزء الأوسط من الأناضول بتركيا، وتعد أكبر مدينة في تركيا تحت الأرض على عمق قدره 51 مترا، كما تصنف بأنها إحدى الاكتشافات الأثرية الغريبة باعتبارها مثيرة للفضول، وهي إحدى أسرار العالم القديم التي اكتشفت في العصر الحديث، وهي بلا شك من عجائب الدنيا وواحدة من أعظم المواقع الأثرية في العالم. كيف لا، وهي التي شبهها العديد من علماء الآثار بأنها مدينة غاية في التعقيد، يضاهي تعقيدها وإتقانها إتقان الأهرامات الفرعونية. عثر عليها بالصدفة في عام 1963 أثناء أعمال التجديد لأحد المنازل في مقاطعة ديرينكويو في وسط تركيا، وعندما تم العثور على بوابة وتم فتحها لتقود إلى هذا الاكتشاف لهذه المدينة العملاقة المهجورة تحت الأرض، لتثير الحيرة في ضخامتها ووجودها بالأسفل بهذه الطريقة، بما جعل السكان المحليين لا يصدقون أنها كانت مسكونة من قبل الحضارات القديمة، وإنما أكدوا على روايات الأجداد المتمثلة بأن الجن قد عاشوا فيها لفترة طويلة من الزمان وهجروها في الوقت الراهن وسيعودون إليها يوما ما. حيث عرضت قناة هيستوري برنامجا بعنوان الكائنات الفضائية القديمة، وقد خصصت حلقة عن مدينة ديرينكويو في تركيا، وفي البرنامج نرى نزعة إلى تبني فكرة تدخل الكائنات الفضائية في صنع حضارات البشر، وربما وضعت من أجل إثارة المشاهد للبرنامج. تتكون جغرافيا المدينة من صخور بركانية لينة ذات صلابة متوسطة، لعل هذا من أهم الأسباب التي شجعت من بنى هذه المدينة الغريبة تحت الأرض على اختيار هذا المكان بالتحديد لحفر وبناء هذه المدينة. وقد شكلت عوامل التعرية الرياح والمياه أشكالا غريبة في صخورها ومعالمها التضاريسية على السطح. تتكون المدينة من طبقات ومستويات تحت الأرض، وبلغ عدد الذين تم اكتشافهم حوالي 18 طابقا، إلا أنه من المتوقع أن بها مزيدا من المستويات التي لم تكتشف بعد، حيث وصف تصميمها بالمعجزة الحضارية. تمتلك المدينة أبواباً مشيدة من الحجر ذو الحجم الكبير، وهذا الأمر ساهم بإغلاق كل طابق منها بشكل منفصل عن الآخر، وهي كبيرة جداً لدرجة أنها تتسع لما بين 35 إلى 50 ألف شخص. ليس هذا فقط، فتحتوي هذه المدينة العجيبة على كل ما يلزم من وسائل الراحة من معاصر الزيتون والنبيذ واسطبلات وأقبية وغرف للتخزين وحجرات للطعام ومصليات. والمميز هنا هو وجود معبد واسع المساحة في الدور الثاني من المدينة، في حين أن الطابقين الثالث والرابع منها يؤديان إلى كنيسة صليبية مطبوع على جدرانها صور كثير من الأيقونات الموجودة في الإنجيل، ويوجد فيها العديد من المخازن التي استخدمت في تخزين الطعام والنفط والقنوات المائية العذبة والآبار، حيث يبلغ عدد الآبار فيها حوالي 52 بئرا. ويوجد فيها العديد من المقابر التي خصصت لدفن الأموات من سكان المدينة،
ولتأمين التهوية اللازمة للحياة. يمتد فيها عمود تهوية يبلغ طوله ما يقارب من 55 متراً، والذي يستخدم أيضاً كبئر للماء لتزويد كل من القرية الواقعة على سطح الأرض وأيضاً المدينة الواقعة تحت سطح الأرض بالمياه، بالإضافة إلى ما يزيد عن 15,000 فتحة تهوية صغيرة موزعة في أنحاء المدينة. وهذا مما يجعلنا نتساءل، لماذا أراد الناس في ذلك الوقت مغادرة منازلهم والذهاب للعيش تحت الأرض؟ لقد كانت المدينة في أنسب الظروف الجوية للحفاظ على الطعام من التعفن، وللحفاظ على الحيوانات كذلك وعلى لحمها بعد الذبح، حيث كانت درجة الحرارة فيها ثابتة طوال العام تقريبا ومهيئة لتحافظ على هواء نقي طوال العام، وفيها مياه نقية أيضا أنقى من تلك الموجودة على السطح. ومن حيث الهندسة وطريقة البناء، فإن موقع وجودها جيولوجيا فإنها تحتاج إلى أعمدة أساس لتحمل طبقات الأرض، ولكنها لم تعتمد عليها، وهذا دليل على أنها بنيت بعناية فائقة باستخدام مواد بناء دقيقة جدا وتحتاج إلى أسلوب متقن في التعامل معها. يقول المهندسون أن بناء ديرينكويو هو تحدي كبير لأي حضارة، وهذا العمل في تلك الأيام القديمة جدا يبدو عجزيا ولا يقل عن أهرامات الجيزة أو بوما بونكو، لأنه عمل يوصف بأنه في غاية الإتقان، الأمر الذي يصعب على العقل استيعاب طريقة بنائه. والمثير للدهشة هو عدم وقوع كوارث سدادية في سراديب أو ممرات المدينة، والتشكيك في أن سكان المدينة قد امتلكوا أنواعا من التكنولوجيا، وحتى التشكيك بطبيعة سكان المدينة، الأمر الذي جعل العلماء في خيرة تامة عن طبيعتهم البشرية أو إذا ما تم الاستعانة بحضارات أخرى. يرى بعض العلماء أن البشر لا يستطيعون في العصور القديمة وبوسائل بدائية بناء مدينة مثل ديرينكويو، حيث افترض بعضهم أن ديرينكويو بنيت بواسطة كيانات خارقة وفضائية، خصوصا أن الناس يعتقدون بامتلاك الجن لقدرات خارقة. ويؤكد المهندسون المختصون في إعادة بناء الحضارات أن إعادة بناء ديرينكويو الجديدة يعتبر مهمة شبه مستحيلة حتى لو استخدمت في بنائها آلات ومعدات العصر الحديث. فتحت مدينة ديرينكويو تحت الأرض للسياح في عام 1969، أي بعد 6 سنوات من اكتشافها، ويتم الدخول إلى هذه المدينة المعقدة عبر عدة بوابات حجرية ثقيلة تبلغ أطوالها من 1 إلى 1.5 متر، وعرض كل منها من 30 إلى 50 سنتيمتر، وأوزانها من 200 إلى 500 كيلوغرام. وكل هذه البوابات تغلق من الداخل فقط وليس من الخارج، في طريقة ميكانيكية مبتكرة تجعل من فتحها وإقفالها مهمة سهلة وممكنة لشخص واحد فقط، وهي بواسطة داعمة خشبية في الثقب الموضوع على وسط البوابة، مما يثبت للعلماء أن من كان يعيش في هذه المدينة كان مختبئ من شيء ما. تشير كل من تكهنات المؤرخين والدراسات التاريخية التي أجريت على المكان على أن هذه المدينة تحت الأرض بنيت على مراحل، واختير هذا المكان بالذات بسبب طبيعة الصخور البركانية اللينة التي تتكون منها الطبقات الأرضية، مما يجعل من مهمة الحفر مهمة أقل صعوبة من أماكن أخرى. ويعتقد أن أول مراحل بناء هذه المدينة كانت بين القرنين 6 و8 قبل الميلاد بواسطة شعب البهر جيانس، وهو أحد الشعوب الهند أوروبية والتي سكنت تلك المنطقة منذ القدم. ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الأقوام قد تمركزوا في أواسط الأناضول، وتحديدا في المنطقة التي تعرف حاليا باسم الجمهورية التركية، وقد بنوا العديد من المدن حتى تكون لهم دولة، إلا أنهم قد استغنوا عن هذه المدينة بالمدينة المخفية تحت الأرض والتي تعرف باسم ديرينكويو، حيث يعتقد أن هذه المدينة كانت تستخدم كمستوطنة للاجئين، حيث أن هناك إشارة وذكر في المراجع الزرادشتية في الجزء الثاني من كتاب الأفيستا لمستوطنة لاجئين تحت الأرض بنيت في عهد الإمبراطور جيمشيد. وهناك نظرية أخرى تقول أن الحيثيون هم من قاموا ببناء المدينة في عام 1000 قبل الميلاد، وبعض النظريات الأخرى تشير إلى أن المدينة قد بناها الملك الفارسي
ييما الذي أراد حماية شعبه من العصر الجليدي. ولكن خلاصة القول في هذه النظرية هو أن الكهوف لا تحمي من العصور الجليدية، ومن الصعب العيش في عمق الثلوج والجليد، خصوصا أن الناس سيحتاجون إلى الماء والغذاء، كما أن العصر الجليدي الأخير كان قبل عدة آلاف من السنين. ولكن الأمر المتفق عليه هو أن تلك المدينة تم بناؤها لغرض الهروب والحماية من شيء ما، وربما من كارثة طبيعية أو حرب طاحنة. وقد استخدمت هذه المدينة فيما بعد من قبل المسيحيين والبيزنطيين في حقب مختلفة، حيث استخدمت خلال القرن الرابع عشر كمكان لحماية المواطنين المسيحيين من الهجمات المنغولية التي كان يقودها توغل تيمور. ويعتقد الكثير من المؤرخين أن هذه المدينة توسعت وتضخمت أثناء الحكم الفارسي للمنطقة من قبل المملكة الأخمينيونية والتي مركزها إيران الآن، حيث أن بعض القطع الأثرية المكتشفة في المكان تعود للفترة البيزنطية المتوسطة، والتي يعود تاريخها لما بين القرنين الخامس والعاشر قبل الميلاد. وفي أواخر القرن العشرين استخدمت من قبل الحكام الأتراك المسلمين، وأصبحت بعد ذلك ملاذاً للهاربين من الاضطهاد العثماني. يجمع العلماء على أن هذه المستوطنة كانت ملجأً لإيواء الهاربين، لكن السبب الأكيد من ومتى؟ تبقى الإجابات عن هذه الأسئلة مجرد توقعات، وما يثير الإعجاب هو اتصال هذه المدينة الغريبة بمجمعات أخرى حفرت تحت الأرض في المنطقة، ومن أهمها مجمع كايماكلي الديني، والذي يصل بينه وبين مدينة ديرينكايو مجموعة أنفاق تحت الأرض يصل طولها إلى 8 كيلومترات. تبقى هذه المدينة إحدى غرائب عالمنا المليء بالأسرار، وهي لغز عامض يضاف إلى سلسلة من الأسرار والغموض الذي يلف أماكن كثيرة حول العالم، وهي تمثل تحديا قويا لقدراتنا على البحث والمعرفة. ولماذا بنيت ديرينكايو؟ ومن هم الذين قاموا ببنائها؟ وما الغرض منها؟ لا أحد يعرف إجابات مؤكدة حتى الآن.